نزل مكان الالماني يانلت، يمكن ده اهم تبديل في الخمس ست سبع تبديلات اللي عملهم توماس فرانك. بن رحمه بلا رحمه، سعيد بن رحمه بلا رحمه، يهز يمزق شباك ديفيد رايا ويسجل اول اهداف اللقاء. هدف رائع، هدف عالمي، هدف مستنيينه ومنتظرينه، لكن الحقيقة يستحق الانتظار، يستحق الشوق والاشتياق. اشتقنا للجول وجاء هدف سعيد بن رحمة ليطفئ نار الشوق ويسجل هدف روعة روعة. شوف الكرة، ادي الاستلام وادي البليسنج ورايحة في المقص، لا تصد ولا ترد، يطير عليها الإسباني ديفيد رايا، لكن سعيد بن رحمة بلا